ايه ثلاثة مرة واحدة؟ ايوه يا فندم، اللي قتلهم الخط هو ورجالته، اصطادوهم وهم لابسين مدني في قلب اسيوط. مش جايز احمد عبد الغفار ورجالته؟ لا يا فندم، واحد من اللي اتقتلوا قال كده في المستشفى وهو بيموت، اللي قتل الخط نفسه. الخط نفسه؟ ايه وصلت بيه الجرأة انه ينزل تاني اسيوط؟ لا يا فندم، ما هو دلوقتي ما بيشتغلش في زمام اسيوط، ده نقل شغله لزمام منفلوط. يعني عملياته هتتنقل هناك ونستريح شويه من جرايمه. ولو يا فندم، انا مكلف بانهاء حياه الخط نهائيا حتى لو كان بره مصر كلها. لسه يا هلال افندي بتفتش على المراه؟ ما سميره خلاص عزلت وراحت المنيا. ايوه، بس اكيد الخط هيتصل بمراته رشيده في درونكا. على ما بعت الفرختين والبطتين. ها؟ أمال فين الغالي ولد الغالي هاشم؟ دخلناه. أنا خايفة عليه قوي يا خالي، يظهر من على وش عي. بعد الشر عليه ما تقوليش كديه. عمالة بعد الأيام يوم بعد يوم، منايا أندر كبير. إن شاء الله. إن شاء الله يا بنيتي. مش قابلت ابو صالحين في السوق وقال لي كلام؟ انا خلاص ما عادش يهمني حاجه واصل غير هاش. ما عايزاش تعرفي اخبار محمد؟ اخبار محمد؟ وهتفرق ايه؟ جرائم تانية كيف كل يوم؟ لا، انت لساكي واخده على خاطرك من حكايه سميره. ها؟ لا سميره ولا غيره، ولا يهمني حتى ان كان ده صح ولا مش صح. انا قاعده في الدنيا عشان هاشم وبس. ومحمد جوزك يا خالي لسه قاعد تسمي ده جواز، وهو هناك ولا هني والسنين عماله تفوت. هي جسمتك ونصيبك، وردي بيه. قولي قضايا يا خالي. ايوه قضايا، كيف ما كنتش بتقولي زمان وهو بيقول. انا حبيت اعرفك عشان توخدي نفسك على كده من هنا ورايح. على كده؟ على ايه يا خال؟ محمد خليص نزل من فلوط وعاش في زمامه هناك في الجبل، ومن عارف ميت عيعاود. وايه الجديد يعني؟ كان في زمام منفلوط ولا في زمام اسيوط؟ قصدي اقول يعني انه يمكن يغيب علينا شهور على ما يزورنا، ولا سنين ما عادتش تفرق. انت يا رشيد، انت كرهتي جوزك يا بيه؟ لا كره ولا حب يا خالي. انا لو اعرف لي سكه عيشه تانية كنت رحت له. وايه اللي حايشك؟ ما تيالا، لكن يكون في علمك هاشم حيفضل معايا هني. وعشان كده انا قاعد اهو كده. تبي عاقله قوي يا رشيده. جسمتي. تعرف يا حامد، نابليون بيقول فتش عن المراه، وانا بضيف بقى في حالتنا دي فكرة تانية. فتش عن ايه بقى؟ الأعيان. مش فاهم. النبين الحكمة دي مش رؤيات الجيب البوليسية، لا، عمد الدير القصير. الأعيان دول عندهم معلومات يا حامد. ورشيدة نسيتها خلاص؟ لا، ما انا هعمل بالحكمتين، المرأة من ناحية والأعيان من ناحية تانية. انا شخصيا ليا رأي يا هلال، لا المرأة هتفيد ولا الأعيان هتفيد. الخط مش هيقع في إيدينا إلا بضربة حظ. وضربة الحظ دي هنقعد ونستناها؟ لا، برضو نفتش عن المرأة ونفتش عن الأعيان، ونستنى الفرصة لضربة الحظ ونصحلها لما تيجي. عندك حق يا حامد، مسير الخط هيقع في خطأ قاتل أكبر من الخطأ بتاع اعتداؤه على البيه المأمور والبوليس. يا سلام، ياما نفسي يا حامد حد من الأعيان يفتح لي قلبه
ويمد لي ايده. ايوه يا فندم. احضروا فورا، البضاعة موجودة. بضاعة ايه؟ انت مين؟ جايلك في الكلام يا جناب المأمور. انا عضو مجلس النواب عن دير الطهطة. اهلا وسهلا يا فندم. انما بضاعة ايه دي؟ الخط موجود عندنا. الخط؟ بتقول ايه سعادتك؟ ما بلاش الروح يا محمد. عمروح وعنحضر الفرح كمان يا احمد يا جابر. والله انا خايف الفرح ينقلب لميتم. ما يكونش ميتمنا على اي حال. الحكومة عتاخد خبر وتاجي الطوطة في المعطوبة. عيب يا راجل، عيب الكلام اللي عتقوله ده. بح ده احنا هنكون 30 راجل قوتهم كد 1000 من الحكومة. بح عايز كل رجالك كبار يروحوا وانا لا؟ ليه؟ ده انا كبيرهم برضيك من يوم اتحادنا احمد يا جابر. ولا تكونش نسيت اللي هيتجوز يبقى مين؟ يبقى وكيل جماعة الأعمى. خلاص خلاص، عن روح واللي يحصل يحصل. جرالك ايه يا احمد يا جابر؟ جرالك ايه؟ ما تجمد. الخط ورجالته وقعوا في القفص يا هلال افندي، هنتصرف ازاي؟ بسيطة، نروح نحضر الفرح. بس دي هتكون مجزرة لو حصل صدام بين الخط ورجالته وبين البوليس، هيروح فيها اهالي ابرياء. ما تفكر معانا يا عبد الرحمن، قال له ما نغلطش في القانون. لغاية دلوقتي مفيش حاجة ضد القانون. عموما انا سامع، اتفضلت. شوف يا سيدي، الخط ورجالته هيحضروا فرح في عزبة المشايع. ناخد فرقة المطاردة ونحضر الفرح او نحاصره. اه، ساعتها الخطة يعتبر كل الاهالي الموجودين عنده رهائن، ولو البوليس ضرب فيهم هيروح ناس كتير قوي في الرجلين ما لهمش اي ذنب. ايه رايك يا عبد الرحمن؟ انا رايي ان هلال افندي يروح الفرح ومعاه كم واحد من رجالته وهما لابسين لبس اولاد البلد، ويترصدوا الخط لغايه لما يخرج من المولد، ويبقى حاجه من الاثنين، يا يمسكوه حي يا يقاوموه بس بعد انذاره بتسليم نفسه. انا موافق على الاقتراح ده، لكن مين هيدلنا على طريق الفرح؟ نائب طهطة هيبعت واحد من اعوانه اسمه نجاح، هيروح معاك لحد هناك. وانا يا فندم؟ انت هتفضل معايا هنا. بس في مشكله يا هلال افندي. مشكله ايه يا عبد الرحمن بيه؟ الايام دي ري حياط، يعني الارض غرقانه ميه، على الله تلاقوا مركب توصلكوا عن اقصر طريق. معاك حق يا عبد الرحمن بيه، لكن ربنا معانا ان شاء الله. ده انا جاي. حصل ايه؟ هيك شويه ميه بس. انا شايف ان عددنا قليل يعني. مش مهم العدد يا نجاح، المهم العزم. قصدي يعني نجيب كم راجل من النقطة نواجه بيهم الظروف. لو وصلنا للنقطة هنكشف نفسنا، أحسن من ده ومن ده. نوصل لغاية شيخ عزبة المشايع، هو يوصلنا لغاية هناك، على الأقل مش حد هيشك فينا أبدا. لو ما كانش بالفرح هتلاقيه عند السقي في الترعة، بين وأرض. امشي وقصر. يلا اتفضل اتفضل. يلا اتفضل. ضيف اهل الفرح وتاخرت في الوصول. دول ولدين، انت مالك ومالهم؟ ابا يا ابوي، احنا كلتنا ولد كار واحد، وتاخرت في الوصول وخايف للعريس يفكر ان احنا هملناه. بس يا خساره، الفرح خلاص انفض. اباي خلاص يعني ايه؟ انفض يعني ايه؟ المدعوين خدوا المراكب في الحوض ومشوا مع العريس. بقالهم قد ايه؟ قول ساعه زمنك دي. زمانهم على بعد 3 كيلو في الحوض. ما تعرفش رايحين على فين؟ ايوه، حيرسوا في جزيره اسمها الجنينه، دخلت العريس هناك. طب بقول ايه يا كبير البلد؟
ما تشوفنا مركب نوصل لحد احداهم هناك. اباي في عز الليل كده وهم الارضي وريي. بقول لك ايه يا كبير، انا ظابط مباحث اسيوط ودول ولاد ليل وانا بطاردهم، واجبك انك تساعدني. ايوه فهمت، بس يا خساره ولد الليل زي ما يكونوا عاملين حسابهم، حجزوا كل المراكب معاهم في الحوض، مفيش بقى غير طريق البر. معلش انت برضو كبير البلد وشوف لنا حل. يا حضرة الضابط، حتى لو وصلتوا الجزيرة دي عاملة زي الغابة، مليانة نخيل وشجر، وازاي انت واربعة بالرجالة بتوعك هتهاجموهم؟ يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا يا اخي. الله، امر خريطة المكان سهل، هبعتهولك بالعربية. وقوة الجيش يا فندم؟ هنتصل بيها في منقبات تتحرك بالمدفعية والطيران. لا بعد اذنك يا فندم. استنى يا هلال، في ايه يا عبد الرحمن؟ ده معناه ان الطيران والمدافع هيضربوا الجزيرة كلها، وده خطر على ارواح الاهالي. اسمع يا هلال، اصرف النظر عن حكاية الجيش دي، ده عايزة وقت، ثم في اهالي مسالمين في الجزيرة. بس دول وحوش محتلنا يا فندم. طيب بقول سعادتك ايه، ابعت لي مع الخريطة فرقة المطاردة ومراكب. وحنجيب مراكب منين بس يا هلال؟ اسمع، ولاد الليل هيسيبوا الجزيرة قبل ما يطلع النهار، وعلى ما توصل القوة يكونوا هم مشيوا. ده إذا لقينا مراكب يعني. اسمع بقى، إلغي العملية وارجع. يظهر لسه الأوام ما أنش، وأحسن مؤقتا هلال يواصل تفتيشه عن المرأة. بس سميرة راحت المنيا. في رشيدة يا حامد، ومن عارف يمكن ترونكا تعرف معلومات عن راحه لزيارة أمه ومراته وابنه. أكيد عرفتني. المهم أنت ما عرفتنيش. أنا خايف لا تعاود وتكشف اللعبة وإحنا بضرب. باي، ما تخافش أقول. يلا بينا على بيت رشيد. بينا. صباح الخير. يسعد صباحكم، يلزم خدمة؟ احنا من مطريد الجبل فبنوب. مطريد؟ وانا مالي ومال مطريد؟ الدنيا ضاقت بينا. ما فهماش الحكومة قتلت الرئيس بتاعنا بلود، ولما الرئيس بتاعنا مات جينا نداري في دار الخط، والخط على دار الخط. لو كان دار الخط يحيى حد كان حما هو. والعمل روحوا له هناك في الجبل تلاقوه قاعد في الغارة الغرام. فين؟ جهة منفلات. فين يا شب الجبل ده؟ علمكم بقى. اسمع انت وهو، لا هي صالح بيه ولا بيكم. اتراجوا بقى قبل ما ترجع امه من سوق اتراج عليكم الخلق كلاتها. يا ابوي باين عليها ما نظرتوش من كام شهر. هو ما عايزاش انظروا، جيتوا عندي كيف عدم جيتوا. يا ابوي ده باين عليه قلبه جامد. صح اقعد يا عوضين. انا لو روحي والحكومة عطردني ما طقش ابعد عن مرتي واصل. لقيته زيه. واجب على ولد الليل صح المجمع
بعد كل طلع يطلع يجيب لي مرته حتة مساغ ذهب، يكتب حتة أرض باسمها وباسم عيالها، يأمن مستقبلهم. لا، الكلام اللي عم نسمعه صح. وإيه اللي سمعتوه؟ حواديت ولد الليل كتير كده. محمد؟ ايوه، عيقولوا عليه انه له صحبه حريم يعني. صح يا عوضين، صح. عيقولوا خصوصا فيه واحدة اسمها سميرة. ايوه. وعيقولوا ايه عنيه؟ عيقولوا سميرة دي شابة مش ولا بد. وعيعرفوا منين؟ هو مش متجوزها؟ أباي، متجوزها؟ سامع عوضين مرته وعتقول ايه؟ دي ست خاينة عتشتغل عليه لحساب الحكومة. وعيقولوا كمان ان الخط عيصرف كل قروشاته عليها وفكرها مخلصة ليه. صح، ده بعد ما عصرته يا ولداه وسابته على الحديدة، سابته وهربت فطت على المنية. ايوه. مش كده ولا ايه؟ ايوه مظبوط يا سعادة البيك. ده سعادة البيك؟ انتوا حكومة، ما انتوش بطارية. مطمن. ايوه يا شب، صحيح. وانت شبش الغوم، كيف ما عرفتكش؟ انا ريتك قبل كده مرتين ثلاثة. اسمعي يا بنت الناس، انت دلوقتي في مقام اختي، والخط جوزك مقتول. مقتول، انا عارفه كده. خلاص، اهم حاجه بالنسبه لنا دلوقتي نأمن حياتك انت وضماكي هاشم. قصر الكلام، عايزين مني تساعدينا يا بنت الناس، تقول لنا اخباره، مواعيد زيارته للدار، كمان تعرفي مني هو قاعد فين بالظبط. بقى اسمع انت وهو، انا بيني وبين جوزي دلوى ببحر، بحر غميق حتى هو معايا في الدار. يا سلام يا بنت ناس، يبقى خلاص اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا عليه. في واحدة تعين حد على جوزها حتى ولو كان من حكومة؟ في ولد يقف ضد ابوه؟ يلا بقى اتطرقوا، زمان خالتي فاضة راجعة في الطريق. انا ماشي، لكن عايزك تفكري كويس قوي في كل اللي قلته لك، لأن هرجع تاني، هرجع زي النهاردة بالظبط. يلا بينا يا غول. أكيد هو ده الضابط هلال اللي مع الغول. يا بصيبتج يا هلال أفندي، حرام عليك، رشيدة مش قد الخط ولا قد أمه فضة عشان توقعها في الشر ده. ليه؟ علشان تساعدنا في القبض على الخط، ويا ريت تموته بأي طريقة. جرالك إيه يا هلال أفندي؟ تروح هي السجن ولا تعدم عشان تحقق لك رغبتك في الخلاص من الخط؟ والله هلال افندي، انا خايف عليك لا تكتسب صفات عدوك، تتملي حقد وعنف زيه. اعوذ بالله عبد الرحمن بيه، اشك ان انا اقدر اوصل للدرجه دي. ده كون اللي قالهولك؟ ايوه، ما خدوش مني اي فايده. يا كنت عايزه تقول لهم اي فايده ولا عنديها عشان اقول؟ احسن اسمعي، لو جم هنا تاني طب بتطرديهم، فهماني؟ فهمان. ما قادرينش يطلوه بقوتهم كلاتها، جايين لك انت يا رشيده. ده لو طلوها عن طريقك انت حقتلك بايديا دول، حقتلك. سامعه يا رشيده؟ حقتلك. سيدي محرر جراح قلب. انا يا سيدي فتاه في الحاديه والعشرين، نلت قسطا من التعليم المثالي لفتيات الطبقه الراقيه التي انتمي اليها.
وأعيش في الريف وأحاول مغالبة الملل بركوب الجياد ومصادقة الفلاحات. وفي إحدى أمسيات الريف حضر شخص اهتزت له الحقول والعزب وطلب من الجميع العشاء. وتفانت العزبة في تقديم العشاء له، وحضر الرسل من البلاد المجاورة حاملين له الهدايا والنقود. وبجرأة الفتاة القاهرية نزلت وقابلته. أتدري من هو يا سيدي؟ إنه محمد ابن منصور حبيبي الذي تسمونه الخط. جميل أن نتحدث إلى المشاهير والكبار عن المغامرات والمطاردات والجرائم بين عيدان الذرة والقصب العالية. حدثني عن مطارديه من رجال البوليس الذي يحمي القانون ظهورهم إذا قتلوه، وظللنا نتحدث حتى الصباح. أحببته وحاولت النزول من عليائي كي يفهم أنني أحبه، وأفهمني المجرم الحبيب بأدب أنه يثق بي ويضع رقبته بين يدي بحضوره كل ليلة ليراني. وتهويت فرحة ومنعته من الحضور إلي، ورحت أذهب إليه في بحر الذرى الخضم. يصحبني أحد رجاله، وحين أعود أعاني من الحنين إلى الأريزونا والأوبرج بالقاهرة، وأثور لأخلص نفسي من جحيم الصراع بين حبي له وبين عالمي. سيدي محرر جراح القلوب، مشكلتي يا سيدي هي نفس المشكلة القديمة، الصراع بين العقل والقلب. ساعدني يا سيدي بالعلاج، فعقلي أسير لحبيب مجرم. وأعذرني لكتابتي في ورق رديء، فهو الورق الموجود هنا أخذته من مكتب العزبة حتى لا أفضح نفسي وأفضح والدي. قبل ما تتخذ أي خطوة تحري أهلال أفندي في بيوت العيان، أنصحك أنك لازم تحصل أولا على نص الرسالة من رئيس تحرير المجلة. مش جايز الرسالة كلها فبركة صحفية المقصود بها السخرية من جهود البوليس في أسيوط. عندك حق يا عبد الرحمن بيه، عشان كده لازم اخد اول قطر وانزل على مصر وقابل رئيس التحرير. من اليمين بنادق، من الشمال مشانك، في كل شبر ارض الموت وانا بنعانك. كله كذب علي والموت هو اللي صادق، في صفوي وفي منامي الموت قدامي طلي وخدامي. من اليمين بنادق، من الشمال مشانك، في بيت شبر أرض الموت وانا بنتعانك. احنا ما فبركناش الجواب يا حضرة الضابط، اصل الجواب في يد سيادتك ونشرناه كسبق صحفي لاننا شايفينك زي البوليس. اتفضل حضرتك اقراه. لو سمحت لي يا فندم، ممكن اخد الرسالة واوعدك ان ممكن ارجعها لسعادتك بعد عدة اسابيع. ليه؟ ناوي تدور على صاحبة الخط في قصور الصعيد؟ حاجة زي كده يا فندم. طيب خدها وخليك عند وعدك، بس توعدني بحاجة. فاهم يا فندم. اوعد سعادتك ان الرسالة دي الصحيفة بتاعتكو تكون اول جهة صحفية تنشرها. مفاجأة صحفية طبعا. حبيبة الخط ترشد البوليس إلى وكر الط. مع تحياتي لسعادتك. تفتكر يا هلال أفندي الجواب ده هيوصلنا للخط؟ إن شاء الله يا فندم. وهكون بدايتك إزاي؟ يا فندم أعلم.
عدوهم جواسه في تفاصيل ممكن تدلنا على البيت دي وبمراقبتها وتتبعها نظبطها مع خط. مش ملاحظ حاجة يا زي ايه يا فندم؟ ختم على الظرف. الختم بيقول انه من منفلوط ومنفلوط اغنياءها كتير، يا ترى بنت مين فيهم؟ بسيطة يا فندم. نحصل على كتابات بخطوط البنات في منفلوط ونقارنها بالخط اللي موجود هنا. يا هلال افندي، انت بعد ما سافرت انا فكرت واكتشفت ان الرساله دي كولت فابريك. ازاي؟ اذا كان الاصل اللي وصل للمجله مدغوم والخط مدغدغ زي خطوط البنات. الرساله فيها تعبيرات خلتني اشك فيها، زي الصراع بين العقل والقلب، بحر الذره الخضم، جحيم الصراع، يعني تعبيرات في مستوى كتير من الانتزاوات. بس باين عليها متهم مدرسه بيتيه. يا فندم الجواب ده اسلوبه ضعامي، يعني اللي كاتبه من مدرسه دار العلوم رجالي. يعني ايه يا عبد الرحمن؟ فايدنا خيط نطرف النظر عنه؟ انا ما قلتش كده يا فندم، انا بقول ان هلال افندي الاحمال ده قدام عينه وهو بيعمل تحريات المباحث. انا فندم الجواب ده جابهولك عسكري وعايقول صاحبه انه انتظرك في الكافيتيريا اياه. انا مسافر مصر بعد ساعتين، لو احتاجت حاجه قول لي، ابعت لي 5 جنيه اردها لك لما ارجع. محمود. في حاجه يا هلال؟ لا يا فندم، ده جواب من واحد ضابط زميلي في منفلوط. اقول ليه للعسكر يا فندم؟ انا رايح له بنفسي. يا محمود خط الجواب نفس خطك، ما تنكرش يا محمود. ده صحيح، انا ابتكرت الجواب ده من بنات افكاري ومن الالف للياء. ايوه بس ده ازعاج وتشويش وتضليل للسلطات. ما انا من سلطات يا هلال. بقى محمود يا صاحبي تخلينا اطخ مشوار لمصر وانشغل انا والمديريه عشان جواب من فابريك. المساله ما فيها ان حبيت اجرب نفسي في التاليف من الخيال. ده خيال مريض يا محمود. انما بذمتك مش بدعبه كويسه يا سيدي. متشكر، اتفضل. 5 جنيه ايه؟ وتاني مره يا ابن الناس بلاش الهزار التقيل بتاعك ده. طيب مش عاوز حاجه من مصر؟ عايز خد الجواب المدلسه ده ترجعه لرئيس التحرير بنفسك يا استاذ. اتفضل. تعرف يا عبد الرحمن، انا نفسي ومنى عيني ان ضباط المباحث عندنا يفكروا بطريقتك. بسيط يا فندم، عبد الرحمن بيجي يشتغل معاك. برضه لو اشتغلت معاكوا يا حامد افندي هشتغل بالقانون. كش يا باشا كده، والنقله دي بالقانون برضو عبد الرحمن. بس تعرف يا حسن بيه ان جواب ضابط منفلوط كشف لي حاجات كتير. زي ايه يا احمد؟ ان ضباط البوليس في الصعيد بداوا يتضايقوا من الاعيان ويكرهوهم. ايه ده بس؟ احنا هنطق الاعيان بيتستروا على اولاد الليل. اولاد الليل قتلوا عدد من الضباط والعساكر، دول اتجرأوا على الحكومة يا عبد الرحمن. المسؤول عن كده هم الأعيان، والبيه المأمور عنده حق لما بيقول فتش الأعيان. محروس عازل هيعتذر وهيحب على يدك تعفيه من التاوة. ايه رأيك يا أحمد؟ ده راجل غني وهيخبي غناه ورا مظهر الفجر. أباي على لبسها أباي. يا أحمد يا راجل. بس ما تنسوش إن محروس راجل طبعا هادي وما هيحبش الشغب. بكفاية إنه هيحب على يد يا أحمد، بس بشرط يا أبو صالحين. أبلغهوله يا محمد.
افوت على البقال بتاعه وقت ما احب، واخد دخان للرجاله واللازم منه وقت ما احب. افتكر انه عيوافق على ده. يعمل لنا عزومه وبها وسط الغيط اول كل شهر. افتكر انه عيوافق على ده كمان. واهل بيته يغسلوا لي هدمتي ويكوها كمان. اقول له يا محمد الراجل هيقول لك انه متأزم قوي وهيحمل لك الجميل لو رفعت عنه لتاوة. متأزم؟ قول انه مريض بداء البخل. فاي انا عارف ايه اللي عجبكم في الراجل الميت على الدنيا دي. خلاص انا اذنكم يا رجال. تنهبلت ولا ايه؟ تعلم يا احمد اعمل كيف ما هعملاني. مدي شدك في الوكل من اي طبق عند اي حد. مد هو يده في الاول وياكل منه. مفهوم ولا لا؟ جماعة غسلوا خلقتكم خليص. تشكر يا محروس. يدوم يا محروس. ايوه يا محروس يا عازر. ممكن بقى اعرف منك بالظبط انت جاي عشان ايه؟ بس من غير كده. في الاول يا بيه كنت بعطيه القتاوة 30 جنيه في الشهر. 30 جنيه في الشهر؟ ايوه وغلاوتك يا بيه. واللي عملت لكم الدنيا كلتها 30 فدان. ودلوقتي؟ ودلوك عفاني من القتاوة وفرض علي حاجات كنت فاكرها بسيطة يا بيه، لكن لقيتها ادهى وامر من القتاوة يا بيه. زي ايه؟ حسابه عند البقال بتاعك. سجاير وتنباك ومعسل و... في حاجة تانية يا محروس؟ ما تعدش يا بيه ما تعدش. هو كديه على طول الشهر وكمان العزايم. في الأول كانت عزومة في الشهر، بقدلوك تقريبا كل أسبوع يا بيه. بيجيلك إمتى بالظبط يا محروس؟ والله مالوش ميعاد محدد يا بيه. يطب في أي وقت، لا عندي ولا عند البقال. يطب كيف الجبه. جايز بالليل، جايز بالنهار، يمكن في الفجر. مزهقني في حياتي يا بيه. صعبان علي جماعتي ومعي يغسلوا خلجاته وخلجات اللي معاه. وما عدتش قادر اطالع في عينين حد منيهم واصل لعيالي ولا مرتي. معلش. معلش يا محروس عازر. ما تعرفش هو قاعد فين دلوقتي؟ ما خبرش يا بيه. اوجات في الجبل، واوجات في البحر الاخضر، واوجات في وابور الملطي. وابور الملطي؟ ايوه بيه عند حميده وجوزها مدبولي. هو بيتصل بحد تاني غيرك في جحدم؟ في يا بيه عمدة جحدم. عمدة جحدم؟ ايوه عندي خليفه العمده. حليفه وصديقه وكل واحد منيهم هيروح للتاني. يعني ايه؟ الخط فرض هبته على مركز منفلوط. الخط يا بيه واعر قوي قوي ومفتح للحكومة والكل اللي حواليه اللي هيعرفهم واللي ما هيعرفهمش. ازاي يا محروس؟ اقول لك يا بيه عمره ما هيروح لجيها الا ما هينظرها له ابو الصالحين. هو ابو الصالحين معاه دلوقتي؟ اوبا. وانتم ما عارفينش يا بيه ان ابو الصالحين هم الدرونكا وقعد معاه على طول. يعني احنا دلوقتي قدامنا اكتر من خيط، وابور الملطي وبيت محروس ودكان البقال ومحروس نفسه وعمدة جحدم وابو الصالحين. دي ضربة الحظ اللي قلت لك عليها يا هلال. الخطورة دلوقتي يا فندم ان كل شيء ممكن يضيع من ايدينا تاني في الخطة. ازاي؟ قصدك ايه يا هلال؟ نوقف اي اتصال او اي تحركات في جحدم او الملطي، لان لو اكتشفها الخط فجأة هنلاقيه زي فص الملح لما يدوب في المية. عندك حق. والعمل؟
نشتغل على الهادي شوية، نسيبه مؤقتا في جحدم ونبدأ هناك في درونكا. بقى الخواجة محروس يقول لك جحدم وابور المالتي، تقول انت درونكا؟ لان اكيد امه بلغته ان انا قابلت رشيدة. يعني انت ناوي تقابل رشيدة تاني يا هلال افندي؟ صباح الخير يا رشيدة. انت ما تخافيش، خالتك فضة في السوق بتباع الفراريك. وحضرتك عايز ايه تاني؟ ما كفاياش الجرالي من تحت راسك انت والغنوب اللي فاتت؟ اباااي بقى انت رشيدة، رشيدة مرات الخط اللي عامل نفسه سيد الرجالة. قصر الكلام، عايز ايه مني؟ صعبانة عليا يا رشيدة، صعبانة عليا، ما عندكيش يد ما تستوري قدام الناس. ها قلت ايه يا رشيدة؟ خلاص هتساعدينا؟ خد يا رشيدة دول، صرفي نفسك بيهم. اهدي، عيب يا حضرتك، خلي قروشاتك معاك، احنا ناس شرفة وده برجيك جوزي وابو ولدي. محمد جاي، محمد جاي. مين محمد اللي جاي يا رشيدة؟ الخط يا بيه. فكري كويس يا بنت ناس، دي فرصتك الوحيدة. خلص عليك. كنت انا عايش عقتله. عقتله ليه عاد؟ عشان قتل اخوي الكبير. ما تعرفش يا ولد الخط كان جاي من اي ناحية؟ من حد الجامع. حد الجامع؟ شلوه على المستشفى بسرعة. شلوه. Thank you.
ما تنكريش يا رشيدة انك شفت الضابط هلال. ايوه شفته. وما لمتيش عليه الناس ليه؟ الناس؟ وهتعمل ايه الناس يا خال؟ ده الحكومة بحالها. يعني لو محمد كان جه الحارة كان اتقتل؟ ايوه كان معاه مسدس وكان رايد قتله له نشدر بالنار. يا لهوي بالي، وانت واقفة تتفرجي وساكتة؟ ما عارفاش كنت اعمل ايه وقتها. تعمل ايه؟ تفديه بروحك؟ ايوه افديه بروحي، لكن افديه من مين ولا من مين؟ وان قدرت وفديته في الحاره من هلال هفديه كيف؟ ان كان في الجبل ولا في البحر الاخضر؟ لا قوليلي يا خالي، ضرب النار كان منين؟ انا تلبشت ما قدرتش اتحرك في مكاني. قلبك خير يا كيف امك الله يرحمها بقى. وانت يا خالي ليه قلبك قاسي كده؟ ليه؟ انكتمي وقوليلي ايه اللي حصل بينك وبين الضابط هلال. عايز اعرف كل حاجة. محمد لازم يعرف بكل حاجة عشان يريحنا منه. تصور، تصور يا حامد، ولد صغير حاول يقتل الخط عمره ما يكملش 11 سنة، تلاقيه عمره ما ضرب نار ولا أصاب هدف. لكنه حاول، حاول يا حامد. الخط نفسه مش مصدق ان عيل صغير يعملها. اكيد الخط فكر ساعتها ان في كمين كبير مترصد له، واكيد هلال عيقابلها تاني وتالت ورابع وما تكون في السوق. رشيدة خلاص، لا يمكن، لا يمكن هتساعدنا. انا تأكدت المرة دي يا حامد انها لا يمكن هتساعدنا طول ما خالتك فضة وراها ومراقباها وصحي الله. مش ممكن هتقع تحت ايدينا ابدا. وناوي على ايه يا هلال؟ ناوي امشي في السكتين. الاعيان اهو جالنا واحد منهم برجليه لغاية عندنا. قصدك محروس عازر؟ ايوه الخواجة محروس عازر. والسكة التانية لسه فتش على المرأة؟ طبعا هنرجع تاني لسميرة وهنروح لها انا وانت مطرح ما هي موجودة. سميرة، سميرة في المنية؟ ايوه يا محمد. فين في المنية؟ لسه ما خبرنش. وعرفت منين انها في المنية؟ باي اللي هيسعل ما عيتوهش. اول هام من جيرانها، تاني هام من ولد الليل، تالت هام من الفندية. يا بوي بقى دول كلياتهم عارفين انها في المنيا واحنا ما عارفينش عنها حاجة. وكل دول فاسيوت يا محمد. يعني اللي في المنيا كمان يعرفين طريقها؟ البركة في المعلمة حياتي يا محمد. ايوه تلاقيها رجعتها للرقص والمغنى تاني. بالك لو حصل ذهب الصالحين عتباق عم طينا بطين على راسك من فوق يا حياة. ستعرف ابو صالحين احنا بقلنا كتير ما شايعناش فلوس. اباي اغمري ولا تدلى ليه. ما تخافش، ما تخافش يا محمد. انا عاود ما تدلى من القدر عاخد اول حنتور وحقول الحنترجي على دار المعلمة حياتي يا اسطى عيوديني عنديها طولي. يا ريت، يا ريت يا ابو صالحين، يا ريت. بقى اسمع يا بتتي، من بكرة تعاود للرقص والمغنى تاني. لا محمد واخد علي عهد يا معلمة. عهد؟ عهد علي يا روحي؟ ما انت عارفه يا معلمه انا لا برقص ولا بغني لحد غيره. ليه عادي يا عنيا؟ كان اشتراكي ولا وفى بشرط العهد؟ قد احنا يا حسره لا طايلين منه قروشات ولا انت راضيه تتصرفي وتجيبي قروش. ده انت يا سميره سمعتك جايه وراكي من اسيوط. اوعي اوعي تعرفي حد في المنيا طريقنا يا معلمه. هما لسه عاد عيعرفوا يا روحي. اكيد
اكيد انت اللي نازله حديتي هنا وهنا. لا يا حبيبتي، كفايه انهم يشوفوني في المنيه يعرفوا انك معايا على طول. ليه يا معلم؟ قول لهم مشيت وهملتني. قول لهم ماتت. ماتت للدرجه دي؟ يا بنت انت فاكره روحك ايه؟ السفيره عزيزه؟ كل ده حب في واحد غايب وهاجر ومش سائل عنيكي؟ ايوه يا معلمه. ايوه. ليه حبيبتي؟ ده انت حتى كبرت يا سميره، وبرضيك انا محافظه عليكي. تقولي بقى عشره العمر ما تهونش الا على ولد الحرام. يا معلمه يا معلمه، انا كيف خيتك حرام عليكي؟ خليص، يا تعاودي للرقص والمغنى التاني يا تفرجينا. ادي احنا صابرين يا معلمه. صابرين؟ صابرين على ايه عاد؟ على الغلب والعيش الشقق؟ ان كان من الجزار ولا البقال ولا الفرن ولا تجار القماش. انا خليص ما عادش عندي اي حاجه بيعها، سيغتي وبعتها حته حته. ابيع خلاجاتي يعني؟ يا ريتها تسوى اللي عادت من كتر الغسيل والشمس كيف الخرقه. شوف يا سميره، عقلك في راسك تعرفي خلاصك، يا تعاودي للرقص والمغنى تاني يا تفرجيني. هيكون مين يعني؟ واحد من الديانة جاي يدور على قروشاته في عز الليل. ابو صالحين، كيفك يا ابو صالحين؟ كيفك انت يا سميره؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلمه. استعد يا حامد. خير يا هلال؟ بكره يا بطل هتسافر المنيا. المنيا؟ في خط جديد؟ ايوه، عندي خطة عايز انفذها بالحرف الواحد. سميرة لها دخل فيها؟ سميرة دي هتبقى الطعم اللي هصطاد بيه الخط. ازاي؟ هشرح لك كل حاجة. اقول لك ايه يا سميرة؟ اياك تعود للمغنى والرقص تاني، ما تنسيش انك تبتي وتجوزت محمد، فهمان يعني ايه محمد؟ وانا واحمد جابر شهدنا على الجوازه دي في الورقه. يا طب المعلمه حياتها اقول لها ايه؟ ما تقليلهاش حاجه. القرشات اها 100 جنيه، ومن هنا وجاي قرشات مش هتنقطع عن يدك. ولو انقطعت يا ابو صالحين، لو توخرت يعني وقتها. قول لها يا سميرة، قول لها وعرفيها انك اتجوزت محمد وبقيت مرته، وريها الورقة كمان. يا ريت، يا ريت اقدر اقول لها واعرفها. يا ريت اعرف الدنيا كلها اني مرات محمد. وقتها المعلمة حياتها تطردني من الدار، لمعيشاني معاها على امل ان ازهق من محمد واعود من تاني للرقص والمغنى. أباي خليص يا سميرة، همليها وعيشي وحديك. هعملها كيف؟ ده هي اللي تاوتني واستحملتني على الحلوة والمرة. أباي هقول لك ايه يا سميرة؟ كفل تلوى، كفل كفل. يا أهلا. تتودودوا على ايه عاد؟ أبدا، على المعيشة والقروشات ايوه، على المعيشة والقروشات الحمد لله اللي فهمتيها انت وهو لوحديكم. القروشات اهي يا معلمة، 100 جنيه. اها 100 جنيه. والذهب اللي راح يا عنيا عنجلها غيره بإذن الله. 100. أباها عليك يا معلمة، كل حاجة قروشات قروش وذهب بدل اللي راح يا روحي. اسمع يا ابو الصالحين. ايوه. ان كان صاحبك مش عارف يسترها، انا اعرف استرها كيف. بقى جرالك ايه يا معلم حياة؟ جرالك ايه؟ ما خايفاش على روحك ولا ايه؟